كيف المسؤول عن هذا الوضع؟ بالتأكيد من هو يفترض أن يقوم بواجبات العمل الإنساني. هذه المخيمات بالأساس يعني التي فاضت وتعرضت لهذه الخسائر هي أساسا غير مؤهلة للسكن ما قبل هذه العاصفة المطرية. في كل عام في كل فصل الشتاء نجد دائما نفس هذه الأوضاع المزرية. مؤسسات المعارضة من يدعمها من الجانب التركي هم مساءلون في المقام الأول، لأن كيف يقيم هذا العدد الكبير من السكان بهذه المخيمات الغير قابلة للسكن بشكل طبيعي؟ أيضا أين تذهب الأموال؟ يعني هل يعقل أن يسكتون طول السنة وفي فصل الشتاء تظهر هذه المشاكل وهذه الأوضاع المزرية؟ أين تذهب الأموال التي تقدم؟ لذلك أعتقد يعني أن من يساءل هم الذين يقومون بواجب العمل الإنساني، سواء الجهات المعارضة أو حتى أيضا يعني في مناطق هناك، يعني هي أساسا من يدير المخيمات هي هيئة تتبع لهيئة تحرير الشام. أيضا يعني هذه الجهة المدعومة بشكل أو بآخر، سواء يعني من الجانب التركي أو حتى أيضا من أي جهة أخرى، هي مساءلة. لذلك أعتقد يعني أن هناك سرقات، أو هناك أيضا إذا لم يكن هناك سرقات بشكل كبير، هناك يعني تجاهل وإهمال كبير. يعني أستاذ مالك، يعني 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 أنت تتحدث عن نقطة حقيقة جد مهمة. هناك تقارير أثبتت يعني تورط من هم يقومون على هذه المخيمات بسرقة المساعدات المقدمة دوليا، بحيث أن لا يصل منها أي شيء للنازحين أو للمواطنين الذين يقطنون هذه المخيمات. يعني كل الصور وكل لقطات الفيديو تثبت يعني محاولة أن يأووا أنفسهم بيعني خيم بالية حقيقة ومر عليها سنوات. يعني كيف يجب على هذه المنظمات أن تقوم بدورها الفعلي وأن تحاسب من تورط بسرقة كل المساعدات المقدمة لهؤلاء المدنيين؟ يعني في البداية يجب القول أن من رضي بإدخال المساعدات وكل ما يقدم للشمال السوري عبر معبر باب الهوى الذي تديره هي تحرير الشام هو من يسأل أيضا. يعني لن نتحدث هنا عن الجانب الروسي، بل نتحدث عن باقي الأطراف المتدخلة في الشأن السوري. عندما تدخلون مساعدات وتقدمون ما تقدمونه هو بالتأكيد غير مناسب بشكل كافي، لكن كيف تدخل مساعدات عبر هذا المعبر تديره هي تحرير الشام؟ مساءلة بشكل رئيسي. المنظمات غير الحكومية أيضا ليست مساءلة، ولكن يجب أن تعيد النظر في آلية توزيع هذه المساعدات، في آلية تقييم البلدات والمناطق المحتاجة لهذه المساعدات. شاهدنا تقارير أو قرأنا تقارير حول المساعدات الضرورية والعاجلة لسكان المخيمات، شاهدنا نسب غريبة ومخيفة جدا، 100%. يعني إذا كانت نسبة 100% تحتاجون إلى مساعدات عاجلة، إذا أين هي المساعدات السابقة؟ أين هي الأموال التي يجب أن تصرف من أجل هذه الأوضاع الطارئة؟ أعتقد ليس هناك خطة موضوعة لمواجهة أي أمر طارئ وأي إشكاليات تحصل، أو حتى بفعل عوامل الطقس. هذا مرده إلى سواء إلى عدم وجود خبرة من قبل المؤسسات على الأرض، وأيضا عدم اكتراث من قبل تحرير الشام، وأيضا بالتأكيد السرقات والإهمال الواضح جدا. الكاتب والصحفي مالك الحافظ، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من عمان.